والتبادل بين السلطات القضائيه الوطنيه الافريقيه حول التحديات التي تواجهها في مجال حمايه حقوق الانسان والشعوب وسبل تعزيز اليات الحمايه يندرج في اطار السعي لتحقيق الهدف المشترك في توطيد التعاون لتحسين الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب في سبيل تعزيز العداله في افريقيا إن الهيئات القضائية هي عنصر أساسي يعطي الدفع لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد علمنا التاريخ بان جميع المجتمعات والاقتصاديات القويه بنيت اساسا على العداله واحترام حقوق الانسان وهذا ما ينبغي ان نسعى اليه ان كنا ننشد فعلا الى تعزيز القاره الافريقيه وتنميتها وتعزيز وحدتها وبناء السلام ويتعين علينا اذن ان تستند كل جهودنا على العداله